طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع امتحان متوقع في مادة اللغة الإنجليزية آخر العام. امتحان اللغة الإنجليزية زي ما احنا عارفين بيبدأ بالليسنينج، سؤال استماع أو سؤالين الاستماع رقم واحد، ورقم اتنين بيبقوا أسئلة استماع. رقم واحد بنسمع عشان نحط دايرة على الكلمة اللي بتبدأ بشورت أو الكلمة اللي فيها شورت فاول. يلا كده مع بعض. رقم واحد أب، أب، عشان كده نحط دايرة على أب. رقم اتنين فيت، فيت فيها شورت فاول، نحط دايرة على فيت. رقم تلاتة بوكس، بوكس، نحط دايرة على بوكس. رقم أربعة مان، مان، نحط دايرة على مان. ونركز أوي في الاستماع مع المستر أو المس عشان نعرف الكلمة الصح اللي هنحط عليها دايرة. السؤال التاني listen and complete with one word، ده سؤال استماع برضو. المستر أو المس بيقرأ الجملة كاملة، هي هنا ناقصة كلمة. المستر بيقرأ الكلمة بيقول I have some money، يبقى هنا مطلوب مني اكتب كلمة money. يلا كده نكتبها مع بعض M O N E Y money. رقم اتنين they don't like videos، نركز مع المدرس اللي بيقرأ الاستماع عشان اعرف الكلمة اللي ناقصة. they don't like videos، الكلمة اللي ناقصة هنا كلمة like، L I K E، هم لا يحبون الايه الفيديوز، الفيديوهات. رقم ثلاثة whose wallet is this، whose wallet is this، محفظة من، هنا الكلمة اللي ناقصة كلمة this، T H I S، T H I S. آخر سؤال how much are these، كم ثمنهم، كم ثمنهم، how much are these، كلمة ناقصة كلمة much، M U C H. ننتقل للسؤال اللي بعده. المجموعة الثانية من الأسئلة هي مجموعة الريدنج، القراءة. أولها سؤال read and write true or false، بنقرأ الجمل ونبص على الصورة، لو الجملة صح بنكتب T يعني true صح، لو غلط بنكتب F يعني false يعني غلط. طيب نبص للصورة كويس، فيها ولدين وبنت وهكذا. نقرأ الجملة الأولى There are two girls، There are two girls، الصورة فيها بنتين. طب نبص للصورة كده، لا فيها ولدين مش بنتين، بنت واحدة، يبقى الإجابة هنا false، نكتب F. رقم اتنين the boy is playing video games، the boy الولد is playing video games، الولد هو فعلا بيلعب video games، يبقى الجملة دي صحيحة true، نكتب حرف T. رقم تلاتة they are sitting in the bedroom، هم الوقت قاعدين في حجرة النوم. طبعا هنا الإجابة دي أو الجملة دي غلط، they are sitting in the bedroom، لا يبقى false، نكتب F. the girl is calling a friend، البنت، the girl is calling a friend، البنت تتصل بصديقها، لا الولد هو اللي بيتصل بإيه بصديقته، يبقى الإجابة دي برضو false. رقم أربعة أو السؤال الرابع read and circle the odd one out، نركز في السؤال ده، عايزني أحط دايرة على الكلمة المختلفة، بيجيب لي ثلاث كلمات شبيهة ببعض وكلمة مختلفة عنهم. نبص على رقم واحد leg I air teacher، leg ساق I عين air أذن teacher معلم، يبقى الكلمة المختلفة هنا هي كلمة teacher.
دول أعضاء جسم الإنسان، لكن تيتشر من الوظائف. رقم 2 بتر، فيري، أندر جراوند، ترين. نقراهم تاني، بتر، فيري، أندر جراوند، ترين. الكلمة المختلفة هنا بتر، بتر معناها زبدة، فيري معدية، أندر جراوند المترو، ترين قطار. تلات وسائل مواصلات لكن بتر من الأطعمة. رقم 3 باروت، بيبي، كناري، دك. السؤال ده سهل جدا، عندي 3 من الطيور، باروت وكناري ودك، لكن بيبي مش من الطيور. 4 انجليش، ميوزيوم، سكول، بيكري. انجليش، ميوزيوم، سكول، بيكري. في 3 اماكن هو المتحف والمدرسة والمخبز، لكن انجليش من المواد الدراسية يبقى هي المختلفة. ننتقل للسؤال اللي بعده، تشوز، اختار الكلمة الصحيحة او اختار الاجابة الصحيحة. رقم 1 وات، نقط، سام سترو بيري ايس كريم. وات، نقط، سام سترو بيري ايس كريم. هنا الجملة دي عايز يقول ما رأيك نتناول ايس كريم فراولة، أو ايس كريم بالفراولة. طيب on ولا about ولا for ولا at؟ طبعا هي what about، ما رأيك، ايه رأيك نتناول ايس كريم بالفراولة. طيب رقم 2 let's، نقط، a friend. let's، نقط، a friend، هيا نتصل بصديق. let's call، calls، calling، called. طيب let's هيا بنا بيجي دايما بعديها الفعل في المصدر اللي هو call. رقم 3 hey، don't do، don't do that. hey don't do that، مش this ولا those ولا there، لا تفعل ذلك. رقم 4 was she not the garden، هل هي في الحديقة؟ طيب في يعني in، هل هي كانت في الحديقة؟ was she in the garden. السؤال اللي بعده ده هننتقل للمجموعة الثالثة اللي هي مجموعة بقى ايه writing، الكتابة. look and answer the questions، انظر واجب عن الاسئلة. بيجيب لي 4 صور، كل صورة تحتها سؤال مطلوب مني إجابة هذا السؤال. الولد ده هنا بيبكي، بيقول لي is he happy، is he happy، هل هو سعيد؟ طبعا هو بيبكي، يبقى الإجابة no، no he is not، no he isn't. نكتب no ونعمل تبديل بين الكلمة الأولى والتانية، is he تبقى he is، ونزود not مع النفي. طيب رقم 2 how does she go to school، how does she go to school، كيف هي تذهب إلى المدرسة؟ طب جايب لي هنا دراجة، أكتب له by bike، by bike بالدراجة. طيب ممكن أكتب برضو إجابة تانية، she goes to school by bike، كده صح وكده صح. طيب رقم 3 صورة شاحنة، جايب لي تحتها what is this، what is this، ما هذا؟ اقول له it's a truck، it's a truck، انها شاحنة. طيب هنا البنت بتشاور على السلة اللي هي تحت الشجرة، بتسأل زميلتها، بتقول لها where is it، where is it، اين هي، اين السلة؟ فبتقول لها it's او it is under the tree، it is under the tree، انها تكون تحت الشجرة. السؤال السابع look and write three sentences، انظر واكتب 3 جمل. نبص على الصورة ونكتب 3 جمل. هنا في طبعا جمل كتير، احنا بنختار الجمل اللي سهلة علينا، زي مثلا ممكن نقول there are two girls، there are two girls، الصورة فيها بنتين،
هناك بنتين. طيب ممكن برضو نقول there is a boy وهناك ولد، دي جملة تانية، فبنختار السهل أو نختار أي جملة مناسبة مع الصورة. طيب الجملة التانية they like ice cream، هم يحبون الايه الايس كريم، ماسكين ايس كريم هم ورافضين الايه السمك او السمك، يبقى زي لايك ايس كريم، هم يحبون الايس كريم. طيب الجملة الثالثة زي دونت لايك فيش، هم لا يحبون الايه السمك، هم دلوقتي حابين الايس كريم ورافضين السمك، يبقى زي دونت لايك فيش، هم لا يحبون الايه السمك. طيب هنا المطلوب مني أي 3 جمل مناسبين مع الصورة. طيب آخر سؤال وهو punctuate the following، اعمل علامات ترقيم للجملة التالية. السؤال ده عليه 4 درجات، يبقى المطلوب منك 4 علامات ترقيم. نبدأ كده مع بعض. Let's go to the park on Monday. Let's go to the park on Monday. هيا بنا نذهب إلى الحديقة يوم الاثنين. طيب أول حرف في الجملة اللي هو ال بنعمله كابيتال، وهنا طبعا أبوستروفي اس، ليه؟ ليتس محتاج أبوستروفي اس. مانداي يوم من أيام الأسبوع، محتاج برضو يبقى الإم كابيتال، وآخر الجملة بنحط فول ستوب عشان دي جملة مش سؤال. زي كده ليتس جو to the park on Monday full stop. يبقى حرف ال L capital apostrophe S M Monday full stop في آخر الجملة. ونتمنى لكم طلاب الصف الرابع الابتدائي الحصول إن شاء الله على الدرجة النهائية.